الآن سنطلب من رئيس وزراء إيرلندا أن يحدثنا عن مسألة أخرى، وهو ضمان ألا يتسبب النقل البحري في إلحاق أضرار بالبيئة. السيد ميكل مارتين، تفضل. شكرا جزيلا. أود أن أشكر الرئيس إيمانويل ماكرون على هذه الفرصة للحضور إلى هذه القمة هنا اليوم. هذا في حده إنجاز كبير، ويشير إلى مدى أهمية المنتديات المتعددة الأطراف وعمل رؤساء الدول والحكومات معا من أجل حماية المحيطات. ويجب علينا أن نواصل هذا الالتزام الرفيع المستوى لأنه ضروري. بالنسبة إلى أيرلندا، فكما تعرفون فإن منطقتنا البحرية شاسعة. هذا القسم اسمه الحلول التي يمكن أن نشتقها من البحار. نحن ملتزمون بإجراء البحوث، نحن نعمل مع شركائنا الأوروبيين وشركاء آخرين في مناطق مختلفة من المحيط الأطلسي. نحن نسعى إلى تعزيز قدراتنا في مجال البحث وقدراتنا المشتركة في إجراء البحوث وبناء قدرات في هذا الصدد وإجراء دراسات جديدة توم كرين مثلا في القطب الشمالي الذي اكتشف أو حقق اكتشافات مذهلة في هذا الصدد. حاليا إيرلندا تستهلك طاقة كهربائية 43% منها من مصادر متجددة للطاقة. هدفنا هو بلوغ نسبة 80%، وهذا يتوقف على التكنولوجيات التي تستخدم في إنتاج الطاقة من الرياح في عرض البحار. حاليا نحن نحاول وضع إطار تشريعي، وهذا الإطار تمت المصادقة عليه، وقمنا بإنشاء وكالة جديدة تحرص على هذه الطاقة المتجددة. 5 جيجاوات بحلول عام 2030، ونحن نسعى إلى أبعد من ذلك. نسعى إلى تصدير الطاقة، نحن نسعى إلى إقامة شركات بما في ذلك مع فرنسا، وهذا من أجل التقليص من استخدامنا للطاقات الأحفورية. حاليا نحن نعتمد كثيرا على الطاقات الأحفورية، ونحن نسعى إلى تطوير إنتاج الطاقة من خلال الرياح في عرض البحر والهيدروجين الأخضر، إضافة إلى تعزيز قدرتنا على احتجاز الكربون. إذن ثمة حلول يجب أن ننتهجها من أجل درء مخاطر التغير المناخي، ويجب علينا القيام بذلك مع أو بشراكة مع الشعوب الشاطئية، السكان في المناطق الشاطئية والصيادين، وذلك حتى نضمن بأن هذه الفرصة الجديدة تشرك إذن هؤلاء الفاعلين. إذن يجب علينا أن نقوم بهذا العمل مع كافة شركائنا في المحيط الأطلسي، في الاتحاد الأوروبي كذلك. هذه هي رؤيتنا للمحيط. المحيط يقدم لنا العديد من الفرص، وإضافة إلى فرص اقتصادية في المناطق الريفية والمناطق الشاطئية، فرص عمالة جديدة للمستقبل إذن.